الرقابه طلبت، قالت ده اسم الاولاني مستفز، فقلت لهم ماشي نسميه جريمه منتصف الليل، فقالوا ده احلى، فقلت لهم خلاص. استاذ محمد بنرحب بحضرتك في عرب. اهلا بيك واهلا وسهلا. ازمه منتصف الليل اتكلمنا عليها. جريمه منتصف، جريمة منتصف المسلسل عن الطلبة وعن طالبات الجامعة حياتهم، بنتطرق حتى لسكن الطالبات، ومعنا جنسيات عربية، يعني معنا طالبات سعوديات وافدين يعني زي بيسموهم نوف عبد الله، ومعنا ليلى سلمان، ومعنا علي السبع من السعودية. كان ده أول مسلسل مصري يبقى فيه ثلاث ممثلين من الخليج الحقيقة، ولأنه ما اني بتطرق للطلبة والطالبات فانا بتطرق كمان للوافدين من الدول العربية اللي بيدرسوا في مصر، وده جديد يعني، ده خط يمكن جديد على الدراما المصرية والعربية وجديد عليا، وانا سعيد ان انا بتطرق لده، حتى مدخل فيه برضو خط كده زواج المصريين من العرب وكده بشكل ناعم كده جميل. يعني سبب تغيير اسم المسلسل الرقابه؟ الرقابه طلبت، قالت ده اسم الاولاني مستفز، فقلت لهم ماشي نسميه جريمه منتصف الليل، فقالوا ده احلى، فقلت لهم خلاص مش مشكله. تعاونك بقى مع رانيا يوسف؟ مش اول مره احنا اشتغلنا مع بعض كتير، حتى في بداياتها كان ليها مسلسل اسمه الحصيده في التسعينات، اول مره تشارك في بطوله عمل كاتيانو ونيرمين اللي فيه محمد رياض من الاعلانات للدراما يعني. فرانيا مش غريب عليا، رانيا طول الوقت في بينا تواصل، وهي عامله الدور تحفه 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 هنا. محمد رقصة، رانيا طالعه رقصة. بص احنا، ما هو ده برضو من ضمن اكاذيب السوشيال ميديا، هي فنانه شعبيه بتطلع في اول حلقه في مشهد بنشوفه فلاش باك في طول الحلقات، بس بنشوفها بعدي مع قرايبها مع مشاكلها مع مشهد في الحلقه الاولى، اذا تكرر المشهد خدي اللي انت عايزه، وبعدين لابسه كامل وطلع فنانه شعبيه، فرقه زي فرقه رضا، وده طبيعي، دول بشر، ما احنا لازم نتطرق لحياتهم. بس دايما اعمل حضرتك فيها جدل شويه، يعني اتمنى يكون جدل ايجابي. كلمني بقى عن المسلسل، الابطال حضرتك اللي اخترت. معظم يعني احمد عبد العزيز برضه انا اللي مرشحه، صلاح عبد الله، ومعانا عفاف شعيب عامله دور حلو قوي قوي، ومعانا بقى الشباب كتير اللي انتوا عارفينهم يعني، ميارو ملك اوره وحسن الشتا ومحمد مهران ومحمد عز ومحمد جبال سعيد، في مجموعه لطيفه يعني، محمد عاطف، باسم شريف، مريم الصبان لاول مره عامله دور حلو قوي، يعني في شباب حلوين. المسلسل هيتعرض على منصه ولا لا؟ على الاثنين المفروض، ما برضه على ان شاء الله قنوات عربيه ان شاء الله. شكرا جدا لحضرتك. الله يخليك. يلا بنرحب بيك في عرب ارض. اهلا بيك. مبروك على جريمه في منتصف. ربنا يبارك فيك. اتكلمني بقى عن جريمه في منتصف. هي هو مسلسل جريمه في منتصف الليل، زي ما احنا شايفين هو جريمه بتحصل في ليله ما كده، وجريمه صعبه شويه، وبنحاول بقى في الاحداث نشوف لها حل يعني. دايما كل ما اسجل معاك لازم تقولي لغز، ما تقوليش كل ليه ما والله انا عايز اعرف الشخصيه. مش بعمل شكري ده مقدم شرطه، هو بتجيله القضيه فبيبتدي يشتغل عليها، فبيلاقي قضيه صعبه جدا ومتشابكه جدا، وكل ما يحلها من حته تتفك من حته تانية، فاحنا طول الوقت هو في مشكله ازاي يوصل لحل الجريمه دي. المسلسل فيه حاله من الجدل، ليه؟ لان هو اتغير كذا مره، او اتغير مره بسبب الرقابه، فكلمني عن بص انا يعني اسم المسلسل ده يخص شركه الانتاج والمؤلف والمخرج ودول المعنيين باسم المسلسل يبقى ايه. انا بالنسبه لي ليا عمل، بنشتغل ككرو قدام الكاميرا وورا الكاميرا، ان احنا نعمل مجهود ونعمل اللي علينا عشان العمل ده يطلع يليق بالناس اللي تتفرج عليه، او الناس تحبه، او ربنا يكرمنا ويوفقنا ان العمل ده يتشاف ويتقال عليه عمل جيد. هو ده اللي يخصني، ان انا ابقى بعمل عمل جيد. اسم العمل ايه؟ هو ده يخص شركه الانتاج. في جدل ان رانيا طالعه ما شاء الله في حاله من النشاط الفني في المداح وفي شغف، فكلمني بقى عن اي حاجه. اي ما احنا بينا ديل بقى، مش احنا اتكلمنا عن شغف؟ احنا انا عندي في رمضان ان شاء الله غير جريمه منتصف الليل عندي مسلسل مداح الجزء الرابع، وعندي مسلسل جري الوحوش باذن الله. تفاصيل عن جري الوحوش؟ ما هو بنروح هناك يعني، احنا هنا بنتكلم في دايما تعمل معنا بالصح. طب اروح هناك اكلمك في ايه يعني؟ لما نروح احنا المسلسل الثاني وانتوا موجودين يعني هتجيبنا في المداح؟ انتوا تنوروا اي حته، وانا بقول لا في حاجه.
تسلم. شكرا لزوجك. شكرا.